طيب عايز اتكلم معاك في تصريحات اخرى ولقطات هامة جدا. اللي انا شفته وتابعته امبارح واللي استشفيته مش بس كلامي كأحمد حازم، لا كلام كل جمهور الزمالك، ان العقلية او اللي حصل امبارح ان دل على شيء بيدل على العقلية الاحترافية والانتماء الشديد والامتنان لدى لاعبي نادي الزمالك بوجودهم داخل هذا الكيان العظيم. والله يا ابو حميد، بص يعني انا عايز اقول لك ان من اهم الاسباب اللي عملتها الاداره، ان هي بصراحه يعني ده يحسب للاداره ان هي حطت عينيها على ناس اللي شاريه الزمالك، واللي شاري، يعني حتى لو وده بص على فكرة برضو انا كان مش كلام هديك كابتن فلوس. حسين لبيب، قال لك احنا بدأنا لما جينا ندور او لما جينا نبص على لعيبة احنا عايزين اللعيبة اللي هي عايزة تكون موجودة داخل نادي الزمالك. وده اكبر مكسب. وعلى فكرة ده ما كانش مجرد تصريح، يعني كابتن حسين لبيب وهو بيتكلم بعض الناس ازاي، طب لا ارجع لتصريحات اللعيبة وارجع لكلام اللعيبة هتلاقي ان كابتن كلام حسين لبيب هو كان جاي بيقول لك انا جاي لك من المستقبل وبقول لك ده انت هتشوفه داخل أروقة الفريق، ومن تصريحات كل اللاعبين تقدر تستشف ده بمنتهى السهولة. دي حقيقة، ده أصلا اللي احنا شفناه جوه الملعب، وهما بعد كده يعني برضو انت الملعب دايما هو اللي بيديك أول انطباع، انت صحيح. لسه ما انت مش أكيد بتعمل لهم انترفيو أول ما بيجوا والكلام ده ده كله. شوف، قيمة بقى، يعني أنا عذرا على المقاطعة لا ولكن لا دي جزئية مهمة جدا لازم الناس برضو تبقى عارفاها. في آخر انترفيو خالص اللعيب قبل ما بيدخل نادي الزمالك بيكون في انترفيو أو مقابلة مع الكابتن حسين لبيب، فاللي هي زي التأشيرة كده أو الفيزا. فهنا كابتن حسين بيقول لك أنا مهم جدا عندي اللاعب اللي عايز الزمالك، فده هنا قيمة اللقاء الأخير اللي بيكون مع بيجمع بين الكابتن حسين لبيب واللاعب اللي هينضم لصفوف نادي الزمالك. طبعا انت زي ما شفت طبعا كلهم بعد كده اجمعوا في الانترفيوهات كلهم بيتكلموا ان هم كانوا عاوزين صحيح، الزمالك، يعني دون النظر لأي عروض أخرى. ولا اتكلموا حتى في فلوس، هو كل القيمه ان انا هروح نادي الزمالك، انا صحيح. عاوز اروح نادي الزمالك وعاوز اعمل حاجه لنادي الزمالك. خلي بالك هو مش عاوز يروح بس، هو مش عاوز يحط يا احمد اسمه في سي في انا رحت نادي الزمالك ولعبت في نادي الزمالك، يلا انا ممكن اروح في اي حته تاني واخد مبلغ اكبر. يعني لا، هو كل الموضوع انا عاوز اعمل تاريخ، هو جاي نادي الزمالك وحابب انه يعمل حاجه. فبتشوف طبعا كابتن عبد الله السعيد بسنه ده بسم الله ما شاء الله، يعني بيجري زي ما انت شفت كده 20 سنه وبيطلع كره من على خط الجول وكأن ما فيش اي حاجه، العمر يعني مجرد رقم على تيشيرته، فبسم الله ما شاء الله يعني نمسك الخشب عليه. فكلهم بالكامل، محمد شحاته بسم أحمد الله ما شاء الله بيثبت لنا كل يوم ان هو مشروع لا لعيب نجم كبير، كبير مفيش كلام جدا مفيش جدا كلام. جدا، وشفته امبارح قيمته زادت عند جمهور نادي الزمالك بكتير جدا. هنا بقى عايز أتكلم معاك عن اللقطة المؤثرة اللي يمكن أثرت في كل جمهور نادي الزمالك وكل المتابعين في الحقيقة، مش بس جمهور نادي الزمالك فقط، مدى حبه وعشقه وانتمائه لنادي الزمالك. بيقول لك لحظة توقيعه على عقود انضمامه لنادي الزمالك الراجل كان بيبكي ووالده في البيت كان بيبكي ووالدته وقال لك حلمه أصبح حقيقة ووالدته كمان. ووالدته. انا طبعا سمعت الحتة دي لما شفت الموضوع بصراحة، يعني وهو حتى بعدها بكى، او هو بيتكلم بكى من كتر حبه لنادي الزمالك. كل الحاجات دي بنشوفها احمد بتطلع انت في لقطتين، انا يعني استغربت جدا من الموقف، يعني في لقطتين كانوا في مباراة في الدوري تقريبا، وكان واقع على الأرض ونزل بيجري بإيده إن هو عاوز يطلع كرة بدماغه وهو واقع على الأرض ومعرفش يطولها، فجري تاني اللي هو إيه حتى وهو واقع عاوز يلعبها برضه تاني ده كان بدماغه ماتش ايه ده مصرها. عشان نجيبها؟ مش فاكر والله، بس تقريبا كان في الدوري الممتاز يعني أول بداياته كده بعد ماتش الإسماعيلي، يعني أول ما جه. فكان يعني أنا قلت هو ده يعني ماتش ايه مستغرب طيب مش نفسي، قادر تفتكر؟ لا مش قادر أفتكره كان والله. بعد ماتش ايه؟ كان بعد ماتش الإسماعيلي، كان بعد ماتش الاسماعيلي، الماتش اللي بعد أول ماتش ماتش على الاسماعيلي، طول، اول أول ماتش ماتش ليه؟ على طول اللي كان اعتقد الإسماعيلي. كريم مش هيخلص النهارده الحلقه غير لما اجيبها لنا ان شاء الله. فاللقطه دي انا لما شفتها يعني افتكرت اللعيبه كبيره جدا 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 في العطاء، لما كانوا بنتعلم منهم اصول الكابتنه والكلام ده كله. كابتن طارق حامد نفتكر طبعا لما كان روح بجروح عالية دم جدا. طبعا بسم الله ما صحيح. شاء الله ربنا يديله الصحه. يعني شفت حاجات دي، لا دي مش لاعب كوره، ده واحد فايتر. يعني لما جه فريرة اتكلم على طارق حامد ما قالش ان هو كواليتي كبيره ولا الكلام ده كله، هو جه اتكلم لك يا احمد قال لك
مكان ما اللعيبه بتحط رجليها هو بيحط دماغه، تعرف ان اللاعب ده على طول طريق حامد. فنفس الحكايه انا شفت شحاته بنفس الاسلوب ونفس النمط، قلت مشروع حد بيحب النادي فعلا. يعني انا شفت فيه مثلا الكباتن بقى الكبار بتوعنا الزمالك، شيكا، عمر جابر، محمد ابراهيم لما كان موجود، اللعيبه اللي هي كان قلبها وحميه دايما على الزمالك. النهارده برضو بنشوف دونجا نفس الموضوع عشان ما انساش حد. لكن شحاته اول ما شفت اللقطه دي انا عرفت على طول ان احنا جبنا حد هو زملكاوي والله من غير ما اعرف. ففعلا لما جه حصل افتكرت كابتن كلام حسين لبيب لما طلع فعلا قال لما جه قال احنا بنختار اللعيبه اللي هي اختارت وعايزه نادي الزمالك دي فعلا. وشفت بعد كده ناصر ماهر لما قال لك ده حلم والدي الله يرحمه، وكان احمد حمدي بعد كده قال لك بعد كل التعثرات اللي حاجه دي يعني ربنا من عليه بحته نادي الزمالك. نادي الزمالك طبعا اعتقد لازم نقول هنا كل الشكر وكل التحيه لمجلس الاداره طبعا المحترم على كل هذه المجهودات. هم السبب في اللي احنا فيه دلوقتي، اكبر واحد لاصغر واحد في مجلس الإدارة في الحقيقة بيستحق مننا كل الاحترام وكل التحية. دي حقيقة. وأنا قلتها قبل كده، كابتن حسين لبيب رجل الأوقات الصعبة. الدولة نفسها لما كانت بتحب تنجح مشروع أو تنظيم بطولة، وأبرزها طبعا بطولة 2019، يمكن ناس كتيرة ما تعرفش أنه كان رئيس التنظيم ورئيس الهيئة المنظمة للبطولة كان الكابتن حسين لبيب، وكان في وقت قصير جدا وما كانتش مصر أصلا اللي هتنظم البطولة، بالاشتراك طبعا كان معاه كابتن محمد فضل. فالفضل كله اتنسب وقتها للكابتن حسين لبيب لانه هو عدى بالبطوله البر الامان، وتعاملت بطوله ولا اروع ولا اجمل، ويمكن بيتكلموا عنها لحد النهارده بطوله 2019 من الناحيه التنظيميه. وطبعا الفتره اللي جه بعديها الزمالك، الفتره الصغيره اللي جه فيها والزمالك توج برضو بالدوري، انا على يقين تام ان اعظم اداري جه او موجود في الفتره الحاليه في مصر هو الكابتن حسين لبيب.